عشان نطمن طبعا على بعثة الفريق الأول هناك مع مراسلنا كريم أحمد. شكرا ليك شيماء، برحب بيك في البداية وبرحب بكل مشاهدي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان من العاصمة كوناكري بغينيا، حيث مباراة النادي الأهلي وحورية كوناكري الغيني في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا. لو بنسترجع سريعا كل مدار خلال اليوم الماضي، رحلة السفر اللي استغرقت 11 ساعة حتى الوصول هنا إلى غينيا، يمكن انطلق النادي الأهلي ببعثته مع قائد البعثة طبعا نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع الوزير العمري فاروق، اللي انطلقت بعثة النادي الأهلي الساعة 8 صباحا من مطار القاهرة، ثم 4 ساعات حتى الوصول إلى المغرب العاصمة كازابلانكا، من بعدها مباشرة إلى غينيا 5 ساعات أو 5 ساعات ونصف رحلة يمكن وصلت إلى 11 ساعة. لكن في البداية حابين نوجه زي ما قلنا كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على توفير الطائرة الخاصة اللي نقلت بعثة النادي الأهلي ولاعبي والجهاز الفني للنادي الأهلي. أمر فنيا بيبقى ليه يمكن مميزات كثيرة جدا، أمر كمان بالنسبة لراحة اللاعبين والجهاز الفني، بدون طائرة خاصة الأمر كان هيبقى صعب جدا، الرحلة كانت ممكن تصل إلى 19 و20 ساعة، وكمان هيبقى فيه 2 ترانزيت أو 3 ترانزيت، فأمر كان هيكون شاق وصعب. وزي ما أنت عارفة وكل جمهور النادي الأهلي عارف يمكن تلاحم المباريات الكبير اللي بيقابل النادي الأهلي بالنسبة للبطولة الأفريقية والبطولة العربية وأيضا كمان بطولة الدوري العام، فكان قرار رائع ومميز من مجلس إدارة النادي الأهلي، وأكيد بنتمنى في الآخر خالص يكون الفريق والجهاز الفني هدفه الوحيد هي الرؤية الفنية والتركيز بشكل خاص في مباراة النادي الأهلي وحورية كوناكري الغيني. امر هام كمان حابين ان احنا نتكلم عليه، سليف كولوبالي وعلي معلول، يمكن اكيد كان في اخبار ان سليف كولوبالي وعلي معلول هيلحقوا ببعثه النادي الاهلي هنا في كوناكري، لكن بناكد ان سليف كولوبالي يمكن كان متواجد معنا في مطار القاهره، متواجد معنا على مطار الرحله، متواجد مع معسكر فريق النادي الاهلي هنا في العاصمه كوناكري. علي معلول وصل صباح اليوم، كابتن سمير عدلي مدير اداري النادي الاهلي كان في استقباله في مطار غينيا مع وفد من حوريه كوناكري، مع ايضا كمان مندوبي السفاره المصريه هنا في غينيا، اللي اكيد زي ما بنقول وشكرنا وجهنا الشكر لمجلس الاداره، لابد ان احنا نحيي كمان سفارتنا هنا بقياده السفير محمد فتحي عبد العزيز على كل الامور والتسهيل وتذليل لكافه الصعاب اللي بتقابل فريق النادي الاهلي او بعثه النادي الاهلي. اكيد الهدف ويمكن بيحاولوا ان هم يريحوا الفريق، بيحاولوا ان هم يوفروا كل الامور ليبقى التركيز فقط في مباراه الاهلي وحوريه كوناكري يوم الجمعه اللي بناكد على ميعادها 4 عصرا بتوقيت غينيا، 6 مساء بتوقيت القاهره. في لغط كبير حوالين يمكن توقيت المباراه، الناس بتقول الساعه 5، لا 4 عصرا بتوقيت غينيا، 6 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب 28 سبتمبر اللي يستقبل مباراة النادي الأهلي وحورية كوناكري الغيني. الأمور ماشية بشكل مطمئن، النهاردة هيكون أول مران لفريق النادي الأهلي في الساعة 4 عصرا، يمكن زي ما قلنا الملعب هو نجيل صناعي، ملعب قريب شوية من فندق الإقامة. الامر هنا بالنسبه للملاعب او توفير الملاعب صعب شويه، لان هنا يمكن اغلبيه الملاعب كلها حمرة، النجيله بتبقى صعبه شويه، كمان حاله الطقس هنا متقلبه بشكل كبير جدا، الامطار بتكون غزيره جدا في المساء، الشمس بتكون صباحا موجوده بكثافه، كمان درجه الرطوبه عاليه جدا هنا في العاصمه كوناكري. لكن زي ما بنقول ان شاء الله بنتمنى يوم المباراه يكون اليوم مهيئ لفريق النادي الاهلي، الطقس والجو يصب في مصلحه النادي الاهلي. الامور بطمنك الامور ماشيه بشكل مميز وماشيه بشكل مطمئن جدا بالنسبه لبعثه رجال النادي الاهلي، واكيد بنتمنى كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في مباراه الاهلي وحوريه كوناكري الغيني. عوده ليك شيماء ولكل نجوم الاستوديو.